هالجمال هذا كله والدلع هذا كله والدلال. لا 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 توحى توحى ابغى اقول لك شيء توحى توحى تراني هايم بهالعيون والهان توحى تكفين حني على قلبي الهيمة يا عمري على الوقفة يا قلبي ايوه قلبي عليك التاع. والنبي ده انت نمرة. تعال ما اقول لك تعالى يا ويلي ويلا خش يا جواد يا حبيبي. لا 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 تخشي كده خايف كابور خد خابور كابور خد خابور يا ناس. جرى ايه يا مدام؟ ليه مفيش حاجه عجبك المره دي؟ طب وعليا النعمه انا ما بطلع البطاعه الغاليه دي الا للزباين الغاليين اللي زيك بس. بصراحه بقى يا اشجان ذوقك مش بيعجبني والناس بقى اذواق. وزه صاحبتك فهمتني وبقت تجيب لي حاجات على ذوقي. وزه؟ اه دي بنت شاطره ومجتهده وفوق كده ذوقها حلو قوي. لا وفوق كده كمان يا مدام قطعت ارزاق الصراحه. بتقولي ايه؟ بقولك يا مدام حطي عينك في وسط راسك احسن لك. بمعنى الصراحه يعني بقولك ايه انا بفهم في الناس كويس والبنت دي مش حراميه واللي بتعمليه فيها ده اسمه اذى. واللي هي بتعمله فيا ده اسمه ايه يا مدام؟ لما تحلق على زبايني تاخد زبايني من ورايا بقى اسمه ايه يا مدام؟ اسمه يا اختي ارزاق. لا ده اسمه قطع ارزاق. بقولك ايه اتكلي على الله انا ما احبش حد يعكر مزاجي وانت عكرتي مزاجي. لا على ايه حقك علينا ارزاق على الله. يلا اتكلي على الله. الله يخليكي يا مدام. مع السلامة. ميمي عايزاك في كلمتين كده. طب ما تيجي نقولهم في المخزن احسن. لا دماغ مش رايقه المزاج متعكر. ارغي. وازاي بتخونك؟ بتخوني مع راجل تاني؟ شوف الراجل هو انت يا راجل كنت طولتها اولاني لما هتخونك من اساسه. ما ترغيش كتير ولا خاص الكلام قولي. بتخونك يا اخويا في لقمه عيشك بتسرق منك زباين المحل عامله المحل ده كوبري علشان تعدي بيه تاخد الزباين وتمشي. ازاي؟ بتقول لهم بتاعتك زي النيله مهببه ذوقك منيل وهي بتجيب لهم حاجات تانيه من بره. دي بتستعماني بقى. لا يا اخويا كف الله الشر دي بتستغفلك. البنت دي تتمسك لغايه لما تتمكن. لكن على مين؟ ده انا ميمي. خد بالك البت دي في شهر واحد شهر هتجيب لك دوره في المحل. ليه وانا كلودي ولا ضيعه عصافير؟ لا يا حبيبي انت بس مريل عليها. هو بقى مش خساره فيكي نقيس لسانك ده بالمتر. ماشي ماشي يا وزه اما خليتك بطه. لم كتاكيتك بقى واقفل عشتك يا جميل اديني قول. سلام. يا بعد عمري روعه من جد روعه. تسلم وتعيش يا باشا. توحى توحى وش هالجمال والدلال والدلع. لا 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 توحى توحى من جد انا انبسطت وعشان كذا راح ابسطك. خذي هذه الفلوس وجيبي لك حاجه حلوه يا حلوه. توحى وش فيك؟ احس انك ما انت مبسوطه. لا يا باشا ما فيش حاجه مبسوطه قوي انا بس افتكرت حاجه كده يعني. لا لا توحى ما ابغاكي تتذكرين حاجه كذا تزعلك. توحى هالعيون انخلقت عشان تكون سعيده. انا هنا توحى عشان اسعدك. توحى انبسطي استانسي توحى خلاص كل شيء حلو راح يجي. توحى جبت اللي قلت لك عليه؟ ايوه جيب. كحلال عليك يا ولد ابوي. بقول لك ايه لو عوزتها تاني هتجيب لي جزازه وحته حاشيه زي دي. ليه؟ هي مين يعني؟ ياض البت تحدي تلقى ياض وكل الرجاله هنا نفسهم تبص لهم بعينيها بصه واحده. خلاص لو عوزناها تاني يبقى نجيب لك ازازه وحته حشيشه زي دي بس لما تبقى تعجبنا الاول. اوعى ياض اختك تقول لها الا ابوها يعرف يقتلنا. تمام. لا تمام. يلا خش انت وانا اروح اظبط راسي. ربنا معاك يا ولد ابوي. وقلبي من حبك دك دك وقلبي منك دخوي دك. سي حسني
ولع لي واحدة تاني. هولع لك واحدة تاني. واحدة تاني. يا انت مين؟ انت مين؟ يا لهوي يا خرابي. حضرتك تلات أدوية موجودين وواحد مش موجود، ثواني أجيب لحضرتك الأدوية وأرجع لحضرتك تاني. ماشي يا دكتور. خش يا ستي عشان بس ما تقوليش إني مش سألة عنك. وهي رجليا فتفجت من شوية؟ معلش بقى أعمل لك أنت اللي طلعتي طرية. أهلاً أهلاً بالحلوين. ها ضاربين من المرة دي؟ تحى إيه اللي جابك هنا؟ جاي أرقص هنا يا أختي، هكون جاية ليه؟ والله ما هو بعيد عنك يا أختي، يلا أرقصي. طب يا أختي طبلي لي وأنا أرقص، لسانك طويل وعايز قطعه. ده أنتِ اللي لسانك قطع، بس أعمل إيه؟ دمك خفيف، مع إنك كنتِ طايحة فينا زي الطول الهايج المرة اللي فاتت. أمال أنا عايزين نعمل إيه بعد ما قعدتوا تلقحوا عليا؟ ما محبة إلا بعد عداوة. بقول لك إيه؟ هي الكحلة اللي أنتِ حطها جوا عينيكي جامد دي عاملاها لنفسك؟ أصل كنت مكسوفة أسألك المرة اللي فاتت. تعالي ونعملها لك والنبي ده انتي قمر جد. شايفه الصحاب هتحطلي كحله مش بتلففني على كعب داير. قوامك بعتيني؟ ما انتي يا اختي اللي قلتيلي لففيني عايز اشوف ناس. اعمل ايه انا بقى؟ اهلا اهلا اشرقه الانوار. مين بقى اللي عورك المره دي يا شاطر؟ ده انتوا بقى معروفين ومقفوشين قبل كده. ومعروفين ايه ومقفوشين ايه؟ دي كانت يعني عركه بسيطه كده راحت لحالها. لا يتحمهم ويحرقهم. بصي يا ست الكل، دول حساب 15 جنيه ثلاثة أدوية موجودين واحد لا، وأنا كاتب كل حاجة على علب الأدوية والمواعيد ما عدا دواء واحد بس بيتاخد مرة في اليوم والباقي كله ثلاث مرات. تسلم يا دكتور. شكرا. شكرا. ألف سلامة عليكي. ألف سلامة عليكي. تقومي بالسلامة يا أختي. في الشهر كام بقى؟ لسانك عايز قطع ما ربيتك؟ يلا وتعالجوا وتعالوا لي على السلم أنا فاضية. هنجيلك يا أختي بس لازم تحطي لنا كحل إحنا الاثنين. بقول لك يا بت، ده انا مش هحط لك كحل، ده انا هحط لك شطه. شفتي شريره ازاي وتقولي لي صاحبتي؟ ماليش دعوه يا اختي، هتحط لي انا كحل. تأمره بايه يا عمارات بقى؟ اتفضلي ردي يا اختي. يا دنيا ليه